أهلا بكم جميعا في مصر، في مدينة شرم الشيخ، حاضنة الشباب وملتقاهم. تعود شرم الشيخ لاستضافة النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب تحت رعاية فخامة السيد الرئيس رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي. أنتم نواب البرلمانات الشباب، صناع قرار الغد وحاملي لواء العمل البرلماني العالمي، والأمل المتجدد في مجابهة ما يموج به العالم من تحديات متشابكة ومعقدة في توقيت استثنائي على كافة الأصعدة والمستويات. أود أن أرسل رسالة شكر للسادة ممثلي مجلس النواب المصري، وللسيد رئيس مجلس النواب المصري، ولرئيسة منتدى البرلمان الشبابي، لأنكم أنتم تمثلون الالتزام الأمثل. لم تألوا جهداً في حشد جهودكم وأعمالكم، وأن تقدموا كل ما لديكم حتى ترسلوا رسائل سلام للجميع حتى يأتوا هنا إلى أرض السلام بمصر. شكرا جزيلا على التزاماتكم وعلى جهودكم وعلى حشد جهود فرقكم، لأنه نجاح هذه الفاعلية تمثل المزيد، وهذا أيضا يعد نجاحا لعملكم. لذلك جزيل الشكر على دعوتكم الطيبة. اسمي مارغو ليلو، أنا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقرها باريس. هي منظمة دولية معنية بالتعاون وتربط بين المنظمة والاتحاد البرلماني الدولي علاقة وطيدة على مدار العديد من السنوات، والتي دعاني الاتحاد الدولي للمجيء والحديث في هذا المؤتمر، وذلك لكوننا متخصصين في الموازنة الخضراء، وهذا هو سبب وجودي هنا اليوم. أعتقد أن الأمر الهام فعلا هو أننا كان لدينا العديد من الجلسات، وكل الجلسات تركزت حول موضوعات متخصصة ولكنها دائما تتمحور حول تغير المناخ. وما كان مثيرا لاهتمامي هو تلك الجلسة التي تطرقت إلى الموازنة الخضراء للتعرف على الخبرات لدى مختلف البرلمانيين فيما يتعلق بوضع هذه الموازنات، وكذلك أيضا التحكم فيها لإرساء شفافية المالية والمحاسبية، وهو أمر بالغ الأهمية. أولا التنظيم رائع جدا، التنظيم الذي قام به مجلس النواب المصري، وهو أمر عظيم. والرائع أيضا هو رؤية أشخاص مختلفين من مختلف الدول، وهم من الشباب فعلا، وفي أيديهم القدرة على تغيير السياسات، وكذلك أيضا اتخاذ إجراءات ملموسة إزاء تغير المناخ. أود أن أتحدث عن كثير من الموضوعات، وأعتقد أن وضع الموازنة الخضراء هو أمر له أهمية كبيرة، وذلك لأنها في تماس مع وضع السياسات، وكذلك أيضا قانون التمويل والموازنة، وكذلك أيضا ما تقدمه الموازنة لكافة نفقات الدولة وكذلك الحكومات المحلية. وبالتالي أعتقد أنه من الأهمية المكان أن نعمل على الموازنة الخضراء، وأعتقد أنها تمثل احتياجا حقيقيا للبرلمانيين في كافة البلدان، وهذا هو سبب وجود منظمة التعاون ووجودي هنا مع الاتحاد البرلماني الدولي للعمل على ذلك الموضوع. أعتقد أن هناك العديد من المنافع، ولكن على رأسها رؤية الناس ورؤية الإرادة لديهم وما يودون تطويره وما يهتمون لأمره، رغبتهم في وضع الأطر، وكذلك أيضا رغبتهم في وضع الأولويات الهامة. أعتقد أن هذا هو محل الاهتمام الرئيسي. نحن المنظمة، منظمة الـ OECD، تعمل مع الحكومة المصرية لمؤتمر الأطراف 27، وهم حاليا يضعوا أدوات للموازنة الخضراء، ويسعدني أن آتي إلى مؤتمر الأطراف COP27 وعمل على وضع هذه الموازنة مع مختلف الدول، وكذلك أيضا مع الحكومة المصرية. إن زيارتي لمصر تعد تجربة رائعة. أنا منبهر جدا بالتطور الكبير الذي حدث على أرض مصر لإحراز التنمية، وأمام مصر مستقبل واعد للغاية. إنه مؤتمر كبير يناقش موضوع التغير المناخي وتداعيات التغيرات المناخية على أبنائنا ومستقبلنا، فهذه لحظة هامة لدولنا، ونحن نفخر بالإسهام في هذا المؤتمر. لقد كانت رحلة
شاقة للغاية ولكن مثيرة، فلقد حضرت اليوم للمشاركة في المؤتمر الثامن لاتحاد البرلمان الدولي لشباب البرلمانيين، فأنا هنا لأتعلم. إنه موضوع هام للغاية ونحن ننتظر نتائج مثمرة من هذا المؤتمر. إن إسهامنا في هذا المؤتمر هام للغاية، وكذلك أيضا في مؤتمر قمة المناخ هنا في شرم الشيخ. في الختام فإنني أدعوكم جميعا إلى التمسك بالعهد الذي قطعتموه أمام شعوبكم بأن تحافظوا على مقدرات دولكم ومجتمعاتكم، فأنتم طاقة الأمل والنور، ومن أجل هذا حافظوا على استمرارية الحوار بينكم والذي يمثل بحق مصدراً لا ينضب من الأفكار المهمة والخلاقة للتعاطي مع القضايا والتحديات الوطنية والعالمية. نشكركم لحسن ضيافتكم للمشاركين في هذا المؤتمر، وخاصة وفدنا من تيمور الشرقية هنا في شرم الشيخ. شرم الشيخ مدينة رائعة جميلة راقية تستحق الزيارة أكثر من مرة. إن شرم الشيخ مدينة رائعة للاسترخاء وتقليل الضغوط والتخفيف من الضغوط. إن المدينة جميلة جدا بصحرائها ومناطقها الخضراء وسكانها الودودون، وسوف آتي إلى هنا مرة أخرى. لقد استمتعت كثيرا بالوقت الذي قضيته في شرم الشيخ الرائعة، استمتعت بها كثيرا. لقد استمتعت جيدا بزيارتي لشرم الشيخ، وأتمنى العودة مجددا إليها لحضور قمة المناخ. إن المصريين مسالمون وودودون للغاية، واستضافتهم رائعة جدا. شكرا على الاستضافة، ونتمنى لكم مزيد من التألق والنجاح في هذه المؤتمرات.